السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنحضر معكم ميني شاورما كيف ما كتشاهدوا معايا. صراحه كتجي لذيذه بزاف ورائعه في المذاق، وما كنحتاجوش كذلك الاله ديال البانيني غير بالمقلاه. نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي انا هنا كميه من اللحم، زيت المائده، دانون مسوس، عطريه ديال الشاورما خاصه بشاورما ديال اللحم، قزبر ومعدنوس ونصف حامضه. مشيو دابا لطريقه التحضير. نضيف زيت المائده وغنعصر عصير الحامض، من بعد غنضيف العلبه ديال دانون مسوس، ونضيف العطريه اللي ذكرت من قبل. انا نسيت هنا ضروري شويه ديال الملح. غنخلط الكل مزيان وغنخليه مرقد ما بين ساعه حتى ساعتين على حسب الوقت اللي عندكم، حتى الا درتوه ليله كامله من الاحسن. انا هنا ضروري حيت المعلقه ما كتخلطش مزيان، ضروري نخلط بيدي كيف ما قلت لكم من قبل. نخليه حتى يترقد مزيان بديك العطريه ويشربها، عاد ندوز باش نطيبه. من بعد ما ترقدت الحماد ديالنا مزيان، غنجيب هنا المقلاه، غنضع فيها شويه ديال زيت المائده، غنضع فيها الحمل اللي رقدنا، وغنوضعه فوق النار حتى يطيب تماما، عاد نطفي عليه. من بعد ما وجدوا القطع ديال اللحم ديالنا كيف ما كتشاهدوا معايا، غنجيب هنا خبز ديال التورتيلا اللي قطعته انا دائره. هذا ليشو، بصله مشلضه، مايونيز. بالنسبه للمايونيز انا هنا المايونيز اللي كنخدم به ديما هو بيضه، شويه الملح، شويه البزار، نص معلقه ديال الموطه، جوج الفصوص ديال الثوم، وقزبر ومعدنوس، زيت المائده مع الخل. كورنيشو. نمشيو دابا للطريقه اللي هي جد سهله. غنستف خبز تورتيلا اللي عندي، غنبدا ندهن بالمايونيز. بالنسبه للصوص، اي صوص متواجده عندكم، ولكن صراحه هاد لاصوص ديال الثومه والربيع كتجي زوينه وكتعطي مذاق اي ساندويتش درنا. من بعد غنبدا نضيف الكروم او ليشو على حسب كل منطقه وشنو كيقولوا ليه، والبصله. من بعد نبدا نضيف حبات ديال الكورنيشو اللي قطعتهم انا شرائح، والقطع ديال اللحم. بالنسبه انا هنا كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، ما احتاجيتش الاله ديال البانيني، غير دهنت المقلاه ديالنا بشويه ديال الزيت وخليتها حتى سخنات مزيان، عاد دهنتها بشويه ديال الزيت. من بعد استفت فيها الميني شاورما وخليته تتحمر، وعاود تقلبته للجهه الاخرى ثاني كذلك تحمر، وزولته من فوق النار. Thank you.
بعد ما استفدت كاع قطع اللحم اللي عندي كنغطيها بالنصف الاخر ديال الخبز تورتيلا ونضعه في المقلاة ديالي حتى يطيب ويتحمر من جميع الجوانب وعاد نطفي عليه. كيف ما كتشاهد معايا سيداتي ميني شاورمايا هادي كيفاش جات، صراحه كتجي لذيذه بزاف ورائعه في المذاق وكذلك سهله التحضير، كلك توجديها في اي وقت. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالنسبه للناس اللي عجبهم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشي تعليق زوين، والناس اللي اول مره غيشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.